يظهر لي بشير مش كان جماهير الترجي، المتابعين للرياضة الكل قاعدين يستنوا في عقوبات الكاف اللي باش تتوجه للترجي، بما أنه كما أنت فسرت البارح يوغا سيغتان مون معناتها دي التسريبات بدات تخرج، التسريبات بدات تخرج. الى حد الان مازال ما وصل حتى شيء رسمي لاداره الترجي الرياضي التونسي، لكن التسريبات تقول انه بنسبه كبيره العقوبه الماديه على الاقل باش تكون ثقيله، ايضا باش يكون فما ممكن ويكلو على الترجي الرياضي التونسي في مباراتي النصف النهائي، واذا كان تاهل بالطبيعه الى الدور النهائي ضد الاهلي المصري. اليوم التسريبات تقول انه الاغطيه تنجم توصل ل 300,000 دولار أوه. على الترجي الرياضي التونسي، يعني أوه. اكثر شويه مليار. من مليار شوية. من مليمتنا، وايضا وايضا العقوبه نجم يكون فيها ويكلو على الترجي الرياضي التونسي، نحكيه على 4 مباريات، زوز مباريات مع النفاذ وزوز مباريات سورسي، يعني الترجي الرياضي التونسي في الحاله هذه باش يلعب نصف النهائي، واذا كانت اهل النهائي باش يلعبوا ايضا او يكلو دون حضور جماهير، وهذا اللي ما نتمناهوش الحقيقه للترجي، لكن للاسف هذه هي التسريبات اليوم في انتظار انه القرار يصبح رسمي من لجنه الانضباط التابعه للاتحاد الافريقي او الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. دونك من هوني دعوه جديده للتريث لكل الجماهير الرياضيه، لكل جماهير فرقنا خاصة في المنافسات الإفريقية. راهو في تونس بوتيتر فما الهروب من العقوبة أو من العقاب، أما مع لي زانستونس أفريكان هذوما وقت يكونوا نوعا ما يستناو فيك في الدورة زادة، يظهر لي لازم بعض التراوي من الجماهير التونسية ونبعدوا وراء هالعنف هذا اللي قاعدين نشوفوا فيه في ملعبنا.